في الاحتفال بعيد الميلاد ديال بودا. السلام عليكم يا جماعة الخير، مرحبا بكم فيديو جديد إن شاء الله اللي غادي يكون اليوم على عيد الميلاد ديال بودا. كما كتعرفوا ملي جيت وأنا كنحضر في الاحتفالات هنايا في نيبال تقريبا كل نهار كاين احتفال في شكل، ولكن اليوم غادي نمشيو لواحد المكان كيتسمى بودا ستوبا، وهي أكبر ستوبا موجودة هنا في كاتماندو. والسوبا كتعني بناية على شكل تلة ولا على شكل قبة كبيرة، كيعتقدوا بأن فيها الآثار ديال بودا والرماد ديال الموتى ولا أحد الطلاب ديال بودا. فلذلك اليوم خصوصا كيجيو له بزاف الناس من جميع أنحاء نيبال، كيجيو لهاد المكان هذا باش يقوموا بالحج لهاد السوبا هذه وكيقوموا بالطواف حولها. المهم احنا ان شاء الله غادي نشبروا الدراجة النارية ديالنا من الهوستل، غادي نمشيو لبودا ستوبا وغادي نكتشفوا الطريقة اللي كيحتفلوا بها، شنو كيعدلوا تما. المهم هادشي كامل غادي نكتشفوه مع بعضنا، خليكم معنا يلا. والآن يا جماعة الخير وصلنا البودا ستوبا، هي كبيرة بزاف، هذه أكبر واحدة هنا كتواجد في كاتماندو. هاد ستوبا هذه أيضا هي فيها العينين ديال بودا باش كيقوموا بحراسة المكان، الناس كتقوم بالطواف، وهما كيقوموا بالطواف كيقوموا بتدوير بعض الأسطوانات اللي كتكون فيها بعض التعاويذ، وذلك كطريقة من العبادة ديالهم. وانا كندور الاخواننا في الاتجاه هذا، كان صادف واحد المدرسه كيعلموا فيها البوذيه، دخلت ليله وجبرت فيها تلاميذ جميع الاعمار، كاين العيال تقريبا وقيله من 5 سنين ل 6 سنين حتى الناس كبارين تقريبا 60. بزاف ديال المعابد البوذيه الخوت لاحظوا بزاف ديال هذه الاسطوانات هادو كيكونوا مكتوب فيهم بعض التعويذات وكعباده، الناس كتقوم بالتدوير ديالهم هكذا. هذه في جميع المعابد البوذيه غادي تجبروا، ما تجبر كاينين كبارين كاين صغارين كيختلفوا الاحجام ديالهم، ولكن هي طريقه من العباده. الدنيا عامره بزاف، الناس كيشريو الشمع ويشعلوه وكاين كيكتمون المتمنيات ديالهم كيعلقوهم. المهم اليوم كيقوموا بالسفر بالستوبا كامله وكيعلقوا ديك الاوراق من جديد، كيشريو من الناس وكيعطيهم لهم باش كيعلقوا من جديد، كيكتبوا فيهم الامنيات ديالهم المتطلبات ديالهم كامله وكيعطيهم لهم باش كيعلقوهم في هاد ستوب. هاد المكان كيحتفلوا الناس، وفي نفس الوقت جابوا لنا هنا حوح القافله طبيه، الناس كتبرع بالدم، وكذلك الناس اللي كيبغيو يعدلوا شي حاجه في السنان ديالهم يزولوا السنان يعدلوهم ولا شي حاجه، كلشي فابور هنايا جابوه لهم. هاد الشيء هذا لحقاش اليوم عيد ميلاد ديال بودا. واحد طريقه العباده ديالهم هنايا كنت شفتها واحد برنامج وثائقي شحال هذه الجزيره الوثائقيه اكثر من 10 سنين هذه باش شفتها ولا 15 سنه كنت باقي صغير بزاف، وكنشوفهم كيقوموا بها هنايا، كيبقاو يطوفوا على هذه السوبه هذه كيطيحوا على البطن ديالهم وكينوضوا، ولكن شفتهم كيمشيو في واحد الطريق مثلا ما عرفتش ماين حتى لاين، المهم بحال فتره الحج ديالهم وكيقطعوا فيها تقريبا عام
ديال الطريق ماشيا على الأقدام وبنفس الطريقة ديال العباد. حتى هنايا هو كاين بزاف ديال الطوائف، كل واحد كيهز الاله ديالو كيبدا يدور به على هذا يوتيوبر بحال هكا. يا ناس مروكا نبتكي يا مروكو مروكا مراكش يا مراكش يا كيف ما قلنا كل واحد كيجيب الاله ديالو كيبقى يدور به هنايا، حيت تشوف بزاف ديال الطوائف. ها واحد شي منهم عطاوني هذا العالم هذا، ما عرفش من طائفه هادي. المهم كيوزو الاله ديالو كيبقاو يدورو به هنايا. بقينا هنا كنستناو تطابو ديال الجنون ديالو. بسم الله راهي غادي فالي هذا، خصكم تسبسكرايب ولايك بلا ما نقول لكم هادشي هذا. بقينا واقفين حتى جا النائب الرئيس خلع البودا، ما عرفتش شنو قال البودا. المهم واقيلا بارك له عيد الميلاد ديالو ولا شنو، عيد ميلاد 2567 هذا. المهم دخل داخل ما عرفتش شنو عدل، خرج هو والسيكوريتي معاه، طلعوا الستوبا داروا عليه واحد الدوره كما كيعدلوا المواطنين كاملين. موراها قام اطلاق بعض الحمام علامه ديال الحريه، وهذا الشيء اللي شفت. المهم كيف ما قلت لكم انا اللي كنشوفو كنشاركو معاكم. دابا باقي هنايا حتى نشوفو فوقاش غيتسالى هذا الشيء هذا. هاي السلام شي فحال عطاوني هاد العباده بحال الرايه. دابا نحاول نهضر معاه نقول له مرحبا بك عندنا المغرب ونشوف شنو ياكل. Mr. President, when you gonna visit Morocco? المهم الخوت كيفما شفتوا معنا نائب الرئيس خرج عرضنا على باش يجي المغرب، ما رجعش قال لي غير ماستي ومشى بحالو. المهم الناس باقي هنا، باقا الدنيا عامره ولكن كلشي تسالى. يو يو هاو ار يو؟ تول دم سبسكرايب تو ماي شانل. نمستي يا ثانك يو ثانك يو. الو صافي ما بقى والو، بقاو غير الناس هنا كيدورو. كندور فلوغ هنا غيكون سهلة، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. فلوغ عفوي ما كنت مخطط حتى شي حاجة، ما كنت عارف حتى شي معلومة. المهم اللي شفتو بعيني شاركته معاكم، وما بقى لي نقول لكم تهلا في راسكم، قوي من اللايك من الكومنتر، كتب في اي حاجة بغيتي، بارطاجي مع صحابك باش نستمروا في الرحله ديالنا، ما نبقاوش غير في نيبال، نمشيو شي دوله اخرى ان شاء الله. واسترا بيستا باي باي، نلقاو في فيديو اخر. تشاو.